القصة تاع اليوم تقول: اليوم حبيت نحكي لكم كيفاش تعرفنا أنا وياها. خطرة كنت قاعد في الدار دي قوتي كامل، هادي في رمضان، حتى صونالي تليفون نوتيفيكاسيون. دخلت لقيت انفيتاسيون من عند ميمي برنسس. دخلت البروفيل تاعها نلقى غير 5 ليزامي بنات وفيسبوك فارغ، وتلمو توسوست اكسبتيت. غير اكسبتيت بعتت لي سلام لاباس منا انا فلانة، راكم تعرفوا تعرفت على الفيسبوك. من بعدها بدينا نقصروا، حلت البصرة، حتى قلت لها نحكو في التليفون، عطيت لها النيميرو. عيط لها في الصحراء، حكينا، صوتها كان بزاف شباب وبانت لي بزاف عقلها. قلت لها علاش بعتي لي انفيتاسيون يا لالا؟ حبيت نجبد لها لسانها باش نشوف الا تعرفني ولا لا. لقيتها ما تعرفنيش كامل، اصلا هي في ولايه وانا في وحده اخرى. قلت غير نقول لها اهدري علاش بعتي لي؟ قالت لي نصرحك، انا حبيت ندير معايا امي راجل باش يشوفوا خطيبي واللي حبست معاه، وخيرتك انت خاطر كلمه ناجوتي امي خرجت لي انت، واللي حبست معاه باش يعرف باللي راني درت واحد اخر ومانيش سامعه به، خاطر خداع وحابه ننساه ومانيش حابه نبان له ضعيفه. غاضتني الطفله كي تخدعت، سورتو كي قالت لي ما كانش باقي العرس بزاف ولقيته مع وحده في الوتيل، يعني راجل عذرا يعني ذكر خلاط تاع نساء. قلت لها اوكي ماشي بروبلام، وحبيت نكمل خيري. وقلت لها مامي اذا حبيتي كاش نهار نجوزو قدامه ولا زعما كاش مكان راكي معايا معليش سكاره فيه الرخيص. قالت لي ايه، حسيتها حابه تنتقم. كيما كان الحال رحت ليها لولايتها، انا حبيت نفري لها هذا الشغل وما نكذبش عليكم، في نفس الوقت حبيت نشوفها.